ونحن نعيش حالة التطور العلمي والرقمي وكذلك التقدم الذي شهده العالم من تطور، يجب أن تكون هناك وسائل مهمة للحد من هكذا ظاهرات تسيء سمعة بناتنا وطالباتنا وكذلك كوادرنا التدريسية. اليوم كانت هناك ورشة وندوة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وهي حملة احنا بظهركم، واستهدفت فئة المراحل المتوسطة والإعدادية والثانية لمدارس البنات. الهدف من هذه الحملة هو نشر الوعي لدى الطالبات من أجل الحفاظ عليهم من الابتزاز الإلكتروني.